السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ هنعمل اكله سهله وبسيطه، وتعتبر من المقبلات. هنعمل البطاطس، قوارب البطاطس المحشيه. انا هنا هحشيها فراخ، ممكن تحشيها لحمه مفرومه او اي حاجه زي ما تحبي. اول حاجه هنا هعملها، هجيب البطاطس، انا قشرتها وغسلتها، بعدين هقسمها كده نصين. بيفضل ان البطاطس تكون كبيره شويه. بعدين هفرغها كده بمعلقة، هي سهلة قوي مش بتاخد وقت. بحاول كده ان انا افرغها، بس مش باخد منها قوي، بيبقى سمكها متوسط بالشكل ده. وبخلص كل الكمية اللي معايا بالطريقة دي. بيكون ده شكلها، وده القلب اللي طلع منها برضو. ده مش برميه، ممكن تحمريه او تسلقيه او تعملي برضو مع الحشوة زي ما انا عملت. بعدين هبدأ ان انا احمر البطاطس، وبتبقى بالشكل ده. وانا هنا جهزت الحشوة، كانت فراخ شوحتها مع بصل وفلفل، وحطيت معاها بواقي البطاطس. ممكن تحشيها لحمة مفرومة زي ما تحبي. هبدأ ان انا كده احشي بيها البطاطس معايا. وبعدين هجيب جبنة موتزاريلا، هحطها للوش بالشكل ده. مش بتاخد وقت، في اسرع وقت بتكوني حضرتيها. في الوقت ده انا هدخلها فرن، هدخلها بس تحت الشواية تاخد لون، لان كل حاجة مستوية. بيكون ده شكلها، حلوة جدا وطعمها حلو وسهلة. اتمنى الوصفة ان شاء الله تكون عجبتكم، واتمنى تجربوها. وما تنسونيش في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وما تنسوش اللايك. اسيبكم في رعاية الله. سلام عليكم.